هذه الأسماء العشرة في هذه الانطلاقة في شوطنا الثالث في تحديات أصحاب السمو الشيوخ بهذه الانطلاقة المباركة من عاصمة الدولة أبوظبي وعاصمة الميادين الوثبة. نعود إلى مقدمة الشوط، النصر على مقدمة الشوط بانطلاق مثير، غير وانتقل إلى مقدمة الشوط بشعار معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد. هنا مختار بن أحمد يتواجد يتابع هذه الانطلاقة الخاصة بهذا الشعار، شعار معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد هنا على مقدمة الشوط. المركز الثاني هياض على ثاني المراكز بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني. الدور دور المركز الثالث، يتواجد هملول على ثالث المراكز لهجن الرئاسة بتواجد المضمر سعيد بن شطيط لوهيبي، والتغيير هناك التغيير من شاهين على ثالث المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي. خامس المراكز هملول هنا بشعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط لوهيبي. المركز السادس ومن غير في هذه اللحظة إلى خامس المراكز، هنا السمح على خامس المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. عبد الله بن خلفان المزروعي هنا ينطلق بانطلاقة السبع. المركز السادس هناك، المركز السادس نبراس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك لوهيبي. سابع المراكز، سابع المراكز هملول لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط لوهيبي. المركز الثامن، المركز الثامن لهجن الرئاسة هنا على ثامن المراكز مع شاهين وراشد بن محمد بن سمي المنصوري. المركز التاسع هنا هملول أيضا لهجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط لوهيبي. المركز العاشر في هذه اللحظة هنا يتواجد السمح لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عبد الله بن خلفان المزروعي. إذن الطريق المستقيم إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير في هذه اللحظة هنا إلى خط النهاية، ويتواجد النصر يفتتح الكيلومتر الأخير بانطلاقة مثيرة، بانطلاقة الفوز يا بن شطيط. الله، هنا النصر على مقدمة الشوط، النصر على الصدارة، معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد ومختار بن أحمد هنا في مقدمة الشوط يتابع النصر، يتابع انطلاقة النصر بهذا الشعار. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني شاهين، شاهين على ثاني المراكز انطلق بهذه اللحظات شاهين بشعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بن سمي المنصوري على ثاني المراكز. أعلن الخطورة في هذه اللحظة، أعلن الخطورة على النصر، ولكن النصر ما هناك أي أوامر على النصر. النصر معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد ينطلق ليعلن الفوز بهذا الشوط، يعلن حتى هذه اللحظة 400 متر الأخيرة عن نهاية الشوط. النصر مسيطر، النصر مسيطر حتى هذه اللحظات. تهانينا والناموس، تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد على فوز النصر، والتهنئة منقولة لمتابع النصر ومضمر النصر مختار بن أحمد. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في هذا الصباح في يومنا الثاني ضمن انطلاقات الوثبة لهذا الموسم الجديد 2011-2012. إذن النصر الفائز بهذا الشوط، تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، المركز الثالث هملول لهجن الرئاسة، المركز الرابع هنا شاهين لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، المركز الخامس والسادس لهجن الرئاسة مع شاهين ولا هملول، هملول مع سعيد بن شطيط لوهيبي المركز السابع، حتى المركز العاشر عند اللجنة المنظمة. إذن تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد على فوز النصر وحصوله على ناموس هذا الشوط، الشوط الأول الخاص بالمحليات. 8 دقائق تانيتين وفاء وتماما. تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني